بيعلق كرة داخل منطقة الجزاء عند احمد عوض. عوض مع وجيه وركلة جزاء. ركلة جزاء لصالح دمنهور. وجيه عبد الحكيم بذكاء داخل منطقة الجزاء بينجح في حصول دمنهور على ركلة جزاء. كرة داخل منطقة الجزاء. نصر 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 والهدف الأول. يا ولد يا ولد يا محمد يا نصر بالهدف الأول دمنهور. كل ثلاث نقاط أغلى من اللي قبله. فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل النهارده لبر الامان وان احنا ناخد الثلاث نقط. وزي ما صرحت قبل كده وقلت ان مكسب فرقه زي الضبع ديت في ارضها شيء صعب جدا. والنهارده هي بتحاول تهرب من القاع. اللي بيهرب من القاع هو بالظبط بيتساوى مع اللي بينافس على القمه. الاثنين بيبقوا في حاله شراسه قلت. والشراسه ديت بتقلل معاها حجم وجمال كره القدم. فرقه الضبع فرقه فيها عناصر كويسه برضه موقفها في النافحه في الموقف الحرج ان هو في النزول برضه ادت الى صعوبه المباراه. احنا ما لناش هدف الا ان نكسب مباراه. ثلاثة بونت دي اهم حاجه عندنا ان احنا نبيها نكمل برضه مرحله الصعود ان شاء الله. الحمد لله على اداء الحمد لله على ثلاثة بونت. الحمد لله حطونا برضه في المركز الاول. الاداء ما كانش برضه بس الحمد لله اللعيبه جبنا هدف تراجعوا بعض الشيء بس الحمد لله. طبعا يعني حته لما كنا كاسبين واحد اللعيبه بتحافظ عليه. طبعا ثلاثة بونت ماتش صعب جدا. فرقه الضبعه فرقه من الفرق المهدده اللي قبل الاخير جايه برضه بتلعب على الفوز بس الحمد لله ربنا راضي ان احنا ناخد الثلاثة بونت وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. بحمد ربنا على الثلاثة بونت ودي حاجه يعني ربنا معانا يعني احنا مش حضرتك شفت الماتش الحكم جاي متنتش الماتش من الاول فعلينا وعليهم والله بس الحمد لله طبعا ان احنا ربنا كرمنا وقدرنا نجيب الثلاثة بونت في ظل ان فاركو يعني بتنافس معانا منافسه شرسه اللي هي كسبت الاولمبي 2-0 بس بنحمد ربنا في الاول وفي الاخر على الثلاثة بونت. بحمد ربنا الحمد لله على المكسب ده والحمد لله احنا كنا الاداء مش قوي بس النهارده احنا نزلنا رقم واحد للمكسب ويا رب يا رب نقدر نسعد شويه جمهور دمنهور والجهاز الفني ومجلس الاداره اللي هو في ظهرنا الصراحه على طول والناس دلوقتي قاعده في ظهرنا على طول والجهاز الفني واللاعيبه مجهود اللاعيبه الصراحه رقم واحد كمان. والله الحمد لله رب العالمين. هي دي كوره يعني هي دي كوره ما بتعترفش غير بالنتائج والاهداف يعني الاداء النهارده لما تبص على اداء الفرق اداء من اول دقيقه لاخر دقيقه متساهل المباراه اكتر من 7-8 فرص في سوء توفيق غير عادي مع المهاجمين بتوعنا ومع لعيبه الوسط ولكن الحمد لله رب العالمين. ركلة جزاء مشكوك في صحتها وحياتك انا بقول محمد يعيدها ويبص عليها. ركلة جزاء يعني مثال هي فاول لينا بالعكس الكره في حوزه المهاجم عندنا او المدافع والراجل حاطط رجله يعتبر فاول لينا يعني ولكن الحمد لله رب العالمين. هو ابتدى من الشبان المسلمين اللي جوز خالتي الكابتن حنفي البركات اللي مؤسس الشبان المسلمين وصنع نهضتها وصنع نجومها فكنت بروح اتمرن معاه كده لغايه ما زملائي بقى في المدرسه العرجاوي وخالد الشرقاوي وعلى الصياد وصبري بقفه خدوني النادي رحت لعبت معاهم سنه والكابتن حسين كومي الله يرحمه قال لي لازم تشتغل اداري. اشتغلت اداري وانا عندي 17 سنه للعيبه عندها 21 سنه انما انا كنت بعشق دمنهور واسافر وراه في كل حته من سنه 76 من الجيل الذهبي لغايه بقى الناس ما حبتني كده تدرجت يعني في الاداره الحمد لله مسكت اداري ناشئين دمنهور مسكت اداري الفريق الاول مع كابتن فتح مبروك حاج خمس بركات مسكت مدير اداري قطاع الناشئين مسكت مدير اداري قطاعات الناشئين كلها في منتخبات البحيره مسكت مدير اداري لمنتخب محافظه البحيره الكبير في كذا الرئيس عشان علاقتي بالنجوم كنت مجمعها كبير مشجعي دمنهور ثم عضو في رابطه مشجعي النادي الاهلي ومنتخب مصر ونائب رئيس الرابطه في رحله صعود كاس العالم سنه 89 كان القائد ريع الله يرحمه رحمه الله عليه وبعد الرئيس الرابطه بعد ريع الله يرحمه. وهكذا نجح فريق دمنهور في الفوز على فريق شباب الضبع بهدف محمد نصر من ركله الجزاء والتقدم في المنافسه والحفاظ على المقدمه. كان معكم احمد الجمال من استاد دمنهور لاصل الكوره قناه LTC.